بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم موضوعنا راح يكون عن الرضاعة. في آخر مؤتمر طبي قرر الأطباء بعد تجارب طويلة أن من الضروري جدا أن يتم إرضاع طفل سنتين كاملتين، لأن جهاز المناعة لا يكتمل إلا بعد سنتين. وهذه الحقيقة الطبية قررها القرآن قبل 14 قرنا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والوالدات يرضعون أولادهم حولين كاملين. هذه الآية موجودة في سورة البقرة آية 233، وهذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبق علماء القرب، والله أعلم.